هلا اذا بتتذكروا هاي الهارمونيك لو انت اجيت تحللها الويف فورم راح تلاقي فيها ممكن يكون احتمال ما فيش فيها سكند وفورث وسكس، احتمال كبير راح يكون فيها فيرست وثيرد، يعني احتمال كبير زير ما فيش لها زيرو الويف فورم اللي احنا كنا بنطلع عليها قبل شوي، احتمال في لها فيرست اللي بهمنا مش هيك اللي بدنا اياه اللي هو قديش الفريكونسي تبعته، اذا كانت الفاندمنتال 25 راح يكون هذا 25 هرتز بالحاله هاي اللي احنا كنا مختارينها قبل شوي، وعندي راح يكون في ثيرد فيفث سيفنث ناينث وهكذا كل الاوتو هارمونكس احتمال كبير زي هيك لو جينا حللناها وطلعنا طلع فيها هدول. هلا الثيرد والناينث سيكست ما في والناينث وبعد الناينث ايش راح يجي عندي؟ ناينث 15 اظن بيجي عندنا اللي هم مضاعفات، بعدين في عندنا الفيفث خلينا نحط 3 5 7 9 11 13 17 19 21 هدول لهم خصائص معينه، و5 و11 و17 لهم خصائص معينه، و7 و13 19 وهكذا لهم خصائص معينه. هلا رح نشوف شو بيختلفوا هدول عن بعض، هدول بيختلفوا عن بعض بشكل معين هلا رح نشوفه هون. هلا اول شيء خلينا نطلع لما نحط على 3 فيز موتور نحط عليه ار واس وتي ايش لازم يكونوا هدول اذا كانوا 3 فيز صحيحين شو لازم يكون في بينهم؟ ناقص 120 ناقص 120 ناقص 240 ولازم يكون بينهم 120 درجه، ومين لازم يكون ليدنج او احنا مفترضين ليدنج حتى يلف باتجاه معين؟ ار ليدنج اس واس ليدنج تي، واذا عملنا هيك راح يصير في عندي دوران للماجنتيك فلكس دنسيتي ماجنتيك فلكس دنسيتي في داخل المحرك كلوك وايز او انتي كلوك وايز مظبوط؟ ولو انا بدي ابطئ هذا المحرك او اوقفه شو بعمل بهدول ار واس وتي؟ بعكس اي اثنين منهم بصير يلف بعكس الاتجاه تمام؟ اذا هذا راح نسميه السيكونس ار واس وتي اللي ار ليدنج اس واس ليدنج تي راح نسميه بوزيتيف سيكونس لانه بيؤدي لبوزيتيف تورك اوكي؟ ولو عندي اس ار تي راح اسميه هذا نيجاتيف سيكونس وهذا طبعا راح يضعف التورك عندي اس ار تي، ولو كانت ار واس وتي ان فيز هل راح يتكون عندي تورك؟ لا، شو راح يتكون عندي؟ راح يمر دي سي كارنت، شو راح يصير في المحرك؟ اذا لو كانت ار ان فيز يعني لو حطيت ار 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 مثلا هذا راح يكون زيرو فيز سيكونس، واضحه هاي؟ في عندي شيء اسمه زيرو فيز سيكونس لو حطيت ار 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 او اس 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 او تي 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 لانه لهم نفس الفيز، اذا حطيت ار اس تي راح يكون يعطيني بوزيتيف سيكونس، شو بيعمل لي بالتورك؟ بزيد التورك مش هيك؟ فهذا بيساعدني بالتورك، هذا بيعمل هيت وما بياثر على التورك، وهذا شو بيعمل عندي؟ نيجاتيف سيكونس بعطي سيكونس معاكس فبنزل التورك بضعف التورك. خلينا نطلع هذول الهارمونكس اللي موجوده هون، خلينا نطلع اول شيء على الثيرد هارمونكس تمام. هي الثيرد هارمونيك بتطلع هلا على الفاندمنتال، الفاندمنتال عندي موجود هي ار مظبوط، هذه ار مظبوط، وهي اس وهي تي مظبوط. هلا لو جيت اطلعت على الثيرد فاندمنتال الثيرد هارمونيك لار والثيرد هارمونيك لاس والثيرد هارمونيك لتي وينهم؟ كلهم منطبقين على بعض، ايش هذا اللون؟ اللي هو هذا مبين هذا، بس هم هذول الثلاثة كلهم فوق بعض. يعني شو ايش معناه؟ معناها الثيرد هارمونيك لار، الثيرد هارمونيك لاس، والثيرد هارمونيك لتي ان فيز. فلو حطيتهم على المحرك هل راح يعملوا بوزيتيف تورك ولا نيجاتيف تورك؟ لا ولا شيء ولا شيء، ايش راح يكونوا هذول؟ هيت زيرو سيكونس، اوكي؟ يعني هون صار معي دمعك لما طلعت الثيرد هارمونيك لار والثيرد هارمونيك لاس انطبقوا كلهم فوق بعض، لاحظوا شوفوا حتى تفهم فعلا انه هو انطبق. طلع هل هذا ان فيز مع ار؟ لا مع ار، هي هذا مع ار مظبوط، ان فيز ان فيز مع ار، هل الفريكونسي تبعته ثلاث اضعاف ار؟ طيب هذا هل هو ان فيز مع اس؟ هل الفريكونسي تبعته ثلاث اضعاف اس؟ طيب هذا هل هو ان فيز مع تي؟ وهل الفريكونسي تبعته ثلاث اضعاف تي؟ بس هي نفس الويف فورم، هي هارمونيك ثيرد هارمونيك ثيرد هارمونيك ثيرد هارمونيك. اذا هذا شو اعطاني؟ إذا القانون بيقول المضاعفات الثلاثة رح تعطيني زيرو فيز سيكونس، والزيرو فيز سيكونس رح يسبب حرارة في المحرك يمكن يعمل شوية بريكنج، بس ما رح يعطيني لا بوزيتيف تورك ولا نيجاتيف تورك،
إذا هل هذا مفيد إلي الثيرد هارمونيك؟ لا مزعج. طيب نطلع على الفيفث هارمونيك. هلا هون اختلف الوضع ما انطبقوا. اوكي؟ يعني اطلع مثلا خلينا ناخذ الار اتش، ار اتش ايش لونه؟ انا مش مبين عندي هون هذا احمر ولا لازم يكون ان فيز مع ار، هي ار. وهي ار الفيفث هارمونيك. هل هو ان فيز؟ هل الفريكونسي تبعته خمس اضعاف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مظبوط؟ إن فيز، إن فيز وخمس أضعاف. طيب اطلع على إس، إس هل هو إن فيز مع إس؟ وين إس؟ هي إس. وهل هو إن فيز معها؟ وعندي نفس الإشي خمس أضعاف، وتي نفس الشيء. إذا هون ما انطبقوا ها؟ رح يعطوني فيز سيكونس. طبعا لاحظوا الفري السبيد اللي بلف عليها الثيرد هارمونيك أو الفيفث هارمونيك قديش رح تكون بالنسبة للفاندمنتال؟ لا ما هو الفريكونسي تبعته اعلى من هو بتتذكروا قديش كانت السينكرونس سبيد في الاندكشن موتور مش بتساوي 120 في اف على عدد البولز الاف هاي لمين للسبلاي هلا لو الفاندمنتال قديش بتكون هاي 50 مثلا اذا كانت ثيرد هارمونيك قديش راح تكون هاي الفريكونسي اذا هذا الماجنتيك فلكس اللي ناتج عن الثيرد هارمونيك راح يلف ثلاث اضعاف السرعه والفيفث هارمونيك راح يلف خمس اضعاف السرعه هلا شو السؤال المهم اللي لازم نسأله الآن بالنسبة للفيفث هارمونيك؟ استنتجنا إنه في فيز سيكونس مش هيك؟ R leading S و S leading T هل هو positive ولا negative؟ positive مش هيك؟ خلينا نشوف خلينا نطلع أول شيء على R هي R هي R الهارمونيك مظبوط؟ هيو هذا مين إجا بعده؟ S ولا T؟ T ومين إجا بعد T؟ إذا هل هو negative phase sequence ولا positive؟ على فرض انه الفاندمنتال شو كان الترتيب تبع الفاندمنتال؟ احمر اصفر ازرق مش هيك؟ اذا لازم هذا يكون حتى يعطيني بوزيتيف سيكونس ايش لازم يكون؟ احمر اصفر ازرق لكن عم بعطيني احمر ازرق اصفر اذا هو ايش السيكونس هذا؟ نيجاتيف شو راح يعمل لي؟ راح يضعف الدور اذا الفيفث بضيع الدور مش بس الفيفث ومين كمان بنطبق عليه بنفس الطريقه؟ والالفنث والسبنتينث وبالاخر انا فيش هون ايفن ما حطيتش ايفن مش راح يطلع معك ايفن مين اللي ضل هلا بدنا نطلع عليه؟ السبنت، شو بنتوقع السبنت يطلع؟ بوزيتيف وإذا اطلعنا على السبنت هي بيطلع لك هون بتقدر تثبت لنفسك انه هو ان فيز وسبع اضعاف الفريكونسي، ان فيز وسبع اضعاف الفريكونسي، ان فيز وسبع اضعاف الفريكونسي، بس اللي بهمنا شو هو؟ ار اس تي، إذا هو السيكونس بوزيتيف هلا السبنت بيساعدني بس أنا أصلاً كل العملية هاي مزعجة يعني شو حتقول لي ماشي السبت بيساعدني طبعا هو بيساعدك على فريكونسي اعلى قديش سرعه دوران الماجنتيك فلكس اللي ناتج عن السبعه سبع اضعاف احنا بشكل عام شو اللي بدنا نتخلص منهم كلهم بس احنا بس عمالنا بنعمل نوتنج انه هدول السبت والثيرتينث اظن بيطلع معنا مين بيجي السبت والثيرتينث والناينتينث هدول بيعطوني بوزيتيف فيس سيكونسز فبيساعدوني بالدور الفيفث والالفنث وال 17 هذول بيعطوني نيجاتيف فيس سيكونس واللي مضاعفات الثلاثه اللي هم 3 و9 و15 و21 هذول بيعطوني زيرو فيس سيكونس فبس بيأدوا لحراره او هيت في المحرك ذكرنا والله عبد الله ينزل ومنزل السبريد شيت ونزل الدعم زيد الهيت مو ما بدي انا زيد هيت طيب اوكي بس ليش السرعه تكون اكبر؟ هلا هو شوف شو بصير بالثيرد بالثيرد راح يلف الار الهارمونيك تبع الار راح يلف بسرعه ثلاث اضعاف السرعه الاصليه والاس راح يلف بسرعه ثلاث اضعاف الاصليه والتي راح يلف بسرعه بثلاث اضعاف الاصليه بس راح يكونوا متطابقين على بعض كماجنتيك فلكس في الداخل راح يكونوا متطابقين على بعض ليش السرعه اعلى لانه هو الفريكونسي تبعته اعلى اوكي يعني هذا مثلا السبنت سرعته سبع اضعاف فالماجنتيك فلكس الناتج عنه راح يلف بسرعه اعلى مخربط ممكن سرعة الماجنتيك وسرعة الموتور نفسه بتزيد هي ما اللي بتزيد سرعة الماجنتيك فلكس بس بالضبط وانت بتكون بالنسبة للماجنتيك لو انت حطيت تبعت ال 7 هون بتقدر ترسم سبيد تور كيرف لل 7 الدكتور هذا ما بيأثر على بتشبه مجموعهم ولا كل وبعدين هم بيجمعوا كلهم نعم صح يأثر المفروض على سبيد الموتور ما بيأثر على السبيد بس بضيعني من التور بخسر التور انا المحرك انا صارف على مصاري على المحرك وبانيه ومظبطه وجايبه عشان اروح اخسر تورك منه مش احسن ادخل عليه ساينسويدر حتى اخذ التورك كامل منه فهذه هي اللي بنحاول احنا نحققها هون نتخلص من الهارمونكس نعم